مساء الخير، مساء القصيدة عن بكرة أبيها. بيني وبينك يا أخي معلقة، عن عبقري مدادها متفتقة. ما إن تعالت في المسامع نبرة، حتى غدت طرق المسامع مورقة. فهنا الصنوبر فيئه ترنيمة تعلو نسيمات المدى متألقة، وهناك صفصاف يفوح حفيفه شمسا تفيء إليه شوقا مشرقة، وهنالك الحور الأنيق قوافيا تسمو القصيدة مثله متأنقة. وإذا هم الزيتون كنت لزيته نورا مسحت به الجفون المطبقة، فتفتحت ودنا جبين جائع، هل وددت جبين أن تتذوقه؟ وأخي دعك من الثمار كثيرها، لك ما أراد الزهر كي لا يقلقه. بوح البنفسجي للنسيم بسره أن قلبه نبضات عطر مطرقة. أتقول للحبر الموشى بالندى لي فيه ما لك عنده أن أعشقه؟ أم تستميل شذى الكتاب وروضه؟ زدني أصر خمر الحقول معتقة. والياسمين أخي لا تسأل وقل، أغرى بياضك بالمدى كي يسرقه. ثم انتشى فالأقحوان نديمه وجليسه في صمت ليل زنبق. هذه الخميلة يا أخي تجمعت وتجاورت وتحاورت وتراقصت وتمايلت وتعابقت وتضاوعت وتواعدت وتسامرت وتجامرت وتآلقت وتزاوجت وتجاوزت في ظل قامتك الغصون الباسقة، وتهامست تشدو كأن بلابلا. أحلى التجاوز مرهقات مقلقة، أسمى التجاوز مقلقات مرهقة، أرقى التجاوز بينات محرقة، أنقى التجاوز روحه أن يغدق. من كل ترب يا أخي سنابل، من كل خصر هينمات عاشقة، وإليك وحدك موسما ومنارة جيل يعملق حانيا لك بيرقة. من ثم جيل دربه حبو على ما قد كرست خطاك والخطو الثقة. يا غابة الشجر المحلق في الفضا، كم بانت الفسحات دونك ضيقة. يا معجم الزهر الرياضي فصيحه وجريره، يا أخطلا وفرزدقه، سيابه وخليله ورموزه، دع عنك ذي السبع الهناك معلقة، ودع الحداثة والتصوف، أنت لا تعلي من المنشود إلا أعمقه. هذا كتابك يستحيل قلادة تبقى على مر الصدور معلقة. قدمت له بما أكن له من حب وتقدير ولن أزيد. اسمه الكامل أشمل وأعمق وأغزر وأسطع من أي لقب أو صفة. وفي حلقة عنوانها الشاعر المشروع ألجأ إلى أسئلة مختصرة وسريعة، على أن تكون الأجوبة مختصرة وسريعة أيضا، لنحيط بكل محيطات المعرفة التي تزخر بها محبرة من أعرف عنه بثلاث كلمات: ديزيري حبيب سقال. أهلا وسهلا فيك دكتور ديزيري بهالحلقة. أنا حقيقة بشكرك، خجلتني. مش خجلتك، هذا أنت هيك أنا بعرفك. الله يخليك. مش مزبوط؟ ما حدا بيعرفني قدك أصلا. يخلي لي قلبك دكتور ديزيري. هذا ثالث لقاء بيناتنا. صحيح. بنقطة فاصلة افتتحت معك ومع صديقنا شرب الخليل. صحيح. الحلقة الأولى بأدار 2020، بعدين كان في حلقة عن اللغة العربية. صحيح. اليوم حلقة عنك الشاعر المشروع. مش أي مشاعر، هل مصادفة أن يجمع اسمك الرغبة والحب وشقل أجيال، أو قل شقل وطن، سقل أو شقل واحد؟
هلا هيك ما بقدر اقول لك بالتحديد، بس بقدر اقول لك شغله، كان في دكتور عصام نور الدين صديقي ترجم لي اسمي المروم، مروم المروم ديزيري. نعم. هلا بيقول لي انه عملت حلقه، عمل مقاله عن الاسم ونشرها وطلعت معه انه احسن ترجمه لاسمه هي المروم. المروم ف يمكن 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 تجمعوا ثلاثتهم مع بعض، يمكن اكثر بطبعي ما هو باسمي. بس الاسم جامع. الاسم بيعكس الطبع. حبك للغة العربية ومن ثم شغفك فيها وتخصصك إلى حد التضلع منها جميعا معرفة وتأليفا، هل هو سبب شعريتك؟ مش بس هو سبب شعريتي، بس هو سبب من أسباب شعريتي، لأنه بالنهاية الشعر مثل كل فن فيه له أداة بدك تستعملها لتكتب، هي اللغة. إذا ما أتقنتها ما فيك تكتب. فبس اللغة بتنمي شاعرية الإنسان، إذا أتقن اللغة فهو يتقن تنمية شاعريته. وهذا شيء كتير مهم. أنا اللغة كتير كتير أثرت فيي، وكل ما تفتح اللغة أكتر علي بتفتح القصيدة أكتر. في شيء باللغة بعد لازم تألفه ما ألفته؟ لأنه يبدو حط بكل ما أنا راضي عن اللي ألفتهم. ممكن، ما بعرف إذا بيطلع معي شيء، ممكن، ولكن لحد هلأ أنه عم بعمل اللي بدي إيه باللغة وبالأدب. يعني بقصد أنه كتير المواضيع اللي طرقت لها بعد. صحيح. عندك شيء عبالك مع باللي بيطلع بتكتبه دغري وبتنشره؟ هلأ أكتر عم صب شغلي على مرحلة ما بعد الحداثة، يلي هي مرحلة بعدها شوي بحاجة لجديد كتير. من هون كتابك في التفكيك و... صحيح. وما بعد الحداثة. بس فيه تخبيص كتير المصطلح، لأنه أغلب النقاد ما فهمانين شو في فرق بين نهضة وحداثة وما بعد الحداثة وشو حدودهم. فأنه عم بجرب أكتر شوي اشتغل بهالمسألة، تحطهم بإطارهم الدقيق. صحيح. أمتى حسيت أنك شاعر؟ وهل برزت شعريتك من قصيدتك الأولى؟ لا، كنت عارف انه عندي، كنت جرب. نحن وصغار كنا صغار، يعني كنا يمكن كنت بصف سنكام، بعرف قبل مش مثل هلا. كنا، انا درست العروض لحالي، تعلمت العروض بهذا الصف وبلشت اكتب. هلا اكيد ما كنت وحدك بالعائلة لك عليها باللغة العربية؟ ما حدا بخصه بالعربي غيري. وحتى عمي ما كان يعرف يقرأ ويكتب عربي، وبيي كان يعني اذا بقول لك اتعس ما يكون بالعربي، ما خصهم بالعربي عنا، ما في الا انا طالع هيك. هلا بالمدرسة يعني تعلمت العروض، انا ما علموني، انا تعلمته لحالي. قبل ما اجا استاذ بنص السنة، بس توفى أستاذ العربي، إجا محله الياس لحود الشاعر الكبير، شاعر ما غيره، هو الياس لحود يلي إله وأطلي إيدي وأخدني. وهو اللي ما كنا نعرف شو يعني شعر حديث، إنه كنا نقرأ للشعراء التقليديين، طبعوا المنهج الدراسي، وحتى مش بريت المنهج، كنت اشتري دواوين وأقراها وهيك على قد ما نقدر ونكتب. مع الياس لا، تغيرت الأمور وفتح لنا عيوننا على الشعر الحديث، وأخذ لي بإيدي ومشيت. فهو له فضل كتير كبير من هالناحية. طيب، بس بالبدايات لما فتت باللعب الشعري كان تأثرك واضح بخليل حاوي. صحيح. ببدر شاكر السياب. صحيح. بأدونيس. صحيح. وعندك محبة خاصة لجوزيف حرب، إذا ضل في وقت بنحكي. هل هن اللي استلهمتهم ببداياتك؟ وهل اتبعت الملاحظات اللي كان يحط لك اياها أدونيس على قصايدك بالبدايات؟ فعلا ايه، أدونيس كتير كتير اثر فيه، يعني وجهني وكتير استفدت منه. هلا خليل حاوي ما كتير وجهني، مع اني كنت معجب جدا بشعره ومتأثر فيه، كنت صديق له، بتعرفه يعني. ايه بيقرب امي. بيقربنا. السياب أعجبت فيه
من وراء الياس لحود فت على عالم السياب وتأثرت فيه، وخصوصي انه بالاول ما كتير كنا نعرف الشعر الحديث، يعني عم بحكيك هيدي قديمة. أدونيس غير، أدونيس عالم تاني، يعني ذهلت فيه. ولما تعرفت عليه أول مرة تقابلت معه قبل الحرب، كان يشتغل بالنهار الدولي والعربي، نزلت لعنده وقعد قريت له شعر، ويعني كان كتير مبسوط. كان يقول لي شغلة وبعد عالقة بذهني، هيدي اللي أثرت فيه. نعم. وقت اللي يعني يعلق على قصيدة، اللي القصيدة لما بتخلص إذا بس تخلص ما خلت الآخر يطرح أسئلة براسه بتكون فاشلة. وفعلا هون يعني بيقصد بالإيحاء اللي أنت ممكن تعطيه، أو مش ما بيقول غموض، بالتلميح يعني بتلمح له. بتلمح له في غموض بس مش إبهام. فيها غموض بس بدها تخليه يطرح أسئلة، شو كذا شو كذا شو كذا. هالأسئلة اللي بتبقى من بعض القصيدة هي القصيدة، لب القصيدة تبعيتك تكون قدرتنا تعمل شغلة بعقل المتلقي بالضبط، بعقله بنفسه. طب وانت لما بتكتب بتنطلق، هيدي اقول سؤال كان مفروض اسأله بعدين، بس بما انه عم نحكي هلأ بشكل القصيدة اللي بتطلع معك، بتعيش الوزن كتير يعني بشكل انه بتتملك وبيتملكك؟ كيف يعني؟ سعيد عقل بمقدمة المجدلية بيقول انه بيمسكوا لحن القصيدة وزنه بس يوقف بيوقف يكتب. وهذا بالضبط يلي بصير معنا، يعني الوزن الايقاع مش الوزن حتى، الايقاع بياخدك متى ما استرسلت فيه بتمشي القصيدة، بس يوقف الإيقاع ما فيك تكتب، ما بتعود القصيدة هي ذاتها، بتوقف لا ترجع مرة تانية. يعني هاي القطشات اللي بتكون جوات القصيدة شغلة كتير كتير. استطرادا، في مش كل الناس بتكتب قصيدة مثلا على فرد قعدة، في قصايد مطولات هلا بعد شوي رح نحكي عنهم، بتقعد أسبوع تكتب كتاب، بيبقى على فرد سحبة كاتب. صح. طب هون المناخ الايقاع بضل ساكنك؟ ايه، ما هو هاي النقطة، هو بضل ساحبك. يعني انا بذكر المعلقة الاولى وقت كتبتها، وقت بلشت ما كنت عارف شو بدي اكتب، يعني ما كنت عارف شو عم بيطلع معي، قعدت سحبة شي اسبوع عم بكتب فيها ما عم بوقف. هو اللي سحبني فيها الايقاع، هي على فرد وزن على فكرة، كل الكتاب قصيدة وحدة بس هول المعلقات على فرد تفعيل. ورح نجيب سيرتهم بعد شوي. ليش بترفض تسمية أي مجموعة شعرية ديوان وتأثر استعمال الكتاب؟ يعني كل دوينك بتقول كتاب كذا كتاب كذا. لأنه أنا كلمة ديوان، نعم، تجي من الديوان اللي كانوا يقعدوا فيه، بيبقى كله مزوزق ومزخرف محل اللي بيقعدوا. نعم. بالقصر. أنا بنصي ما بزخرف ابدا، يعني ولا مره بفكر اني زخرف فيه، بيطلع النص لحاله ولا مره. لذلك كلمه ديوان فيها كتير من الزخرف يلي انا ما بحبها. هي بعدين هي واحد اثنين، النص اللي بكتبه ما بسميه شعر او نثر او شعر موزون او شعر ما فيه وزن او ما اليه، بسميه نص، والنص يمكن أن يكون فيه شعر أو أن يكون فيه نثر أو أن يكون فيه مسرح أو حتى رسم. لذلك هو كتاب. الكتاب بيجمع كلها والتسميات. ما عم بحدد له نوع أدبي. بس سألت كتاب، تنقول كتاب في التفكيك، أو عندك كتاب الأدب المقارن وكتاب الوشد أو كتاب الآلهة. صح. طب بالنهاية هو شو؟ هذاك شعر وهذا دراسة. ايه، بس انا الفكرة مثلا كتاب الوجد عم بحكي عن الوجد بس بنص هو شعر ونثر، بينما هذاك عم بحكي عن كذا بس هو دراسة. الكتاب كتاب، بيختلف الاسلوب، اسلوب المقاربة هو اللي بيختلف. منيح. السلطة وأثرها في الإبداع الأدبي عند العرب
موضوع أطروحة الدكتوراه اللي حست عليها سنة 1988. صحيح. وهي اللي ميزتك بين أبناء جيلك وجعلتك بمصف الكبار بالأدب، خصوصا أنه موضوع ما حدا نتجرع عليه غيرك. صحيح. وخصوصا أنه كانت أول دكتوراه بالأدب. صحيح. فئة أولى من الجامعة اللبنانية. صحيح. هاتي أخبرنا رقم واحد. رقم صحيح. واحد هيدي الأطروحة وقت اللي عنت بذهني كنت عم فكر عملها رسالة الماجستير، بعدين شفت انه حرام هيدي بتحمل كتير، الماجستير صغيرة بتكون، تركتها وعملت غيرها. رسالة الماجستير يلي ناقشتها عن ادب مقارن، تي اس اليوت واثر وقصيدة الارض الخراب واثرها بالشعر الحديث، كتبتها فعليا بثلاث ايام. الماجستير؟ الماجستير عمليا مع كل مستلزماتها الاكاديمية والحواشي والهوامش. بس بعدين طبعتها، طبعوا لي اياها. هلا الاطروحه، اطروحه الدكتوراه، الموضوع كان حساس جدا. نعم. لانه يمس بمقدسات دينيه احيانا ينظر اليها بطريقه مختلفه. لذلك يعني السلطه، درست السلطه على مستويات متعدده عبر العصور العربيه، تثبت انه كل ابداع ادبي في التاريخ العربي كان خرقا للسلطه، ما في ابداع حقيقي السلطة. بقلب السلطه. آه. كله خارج السلطه. هيدي النقطه كانت، وهيدي سببت لي مشكله. الاطروحه تناقشت، اخذت 9 ساعات مناقشه. اف 9 ساعات واعفيت من الاجابه، كان بعد ما جاوبتهم عفوني، قالوا لي ما بقى فينا مننام هون اذا بدك تجاوب. المشكلة الثانية انه ما في ولا دار نشر تقبل تطبع. لذلك طبعتها انا ورفعتها على الموقع اللي برفع عليه اللي هو مكتبة نور، وانتهت القصة. ما انا موجود كتاب، يعني موجود كتاب مرفوع. مطبوعة خالصة الكتروني. اكتر الكتب اللي عم برفعها صارت رقمية، اول شيء بيقروه ناس اكتر، وتاني شيء كلفته اقل، وتالت شيء انه بتقول بدك تقوله. أوكي. كنت اول واحد من وراء كرت السبحه وصاروا كتار ياخذوا الدكتور. صحيح. وكانوا وقتها بعدني بتذكر كانوا اخذين قرار انه منحط اعلى علامه جيد، ما في جيد جدا. بعدين صاروا يحطوا جيد جدا. اخذت الجيد انت؟ ايه حطوا جيد، كانت على اساس هيك اعلى عليهم، وبعدين صاروا يحطوا جيد جدا واعترض المشرف. رجعوا بعدين هلا صاروا 89. هلا هلا صار غير. بعدين المشرف شو دكتورايات. نعم. بدك تطرح الدكتوراه، بدك تطرح فعلا موضوع جديد، موضوع له قيمه، مش موضوعات. في كتير دكتورايات انا يعني ما بحب اقولها بس هذا الواقع، انا كنت رئيس لجنه الدكتوراه. نعم. في كتير دكتورايات بلا طعمه، انه ما عم تقدم فيها شيء. انا قدمت نظره جديده، نظريه جديده، وحتى المنهج اللي اعتمدته أنا بسميه المنهج السلطوي، طريقة خاصة بالمعالجة كمان. طريقة بالمنهج للشغل يمكن أن تنطبق على أي دراسة أخرى. بحب يقرأ له الكتاب السلطة وأثرها في الإبداع العربي عند العرب، موجود اللي على موقع مكتبة نور. مظبوط. بياخده PDF إذا بده. منتابع معك بهالأسئلة السريعة، معلقات العرب 7 أو 10 أرخت حقبة من تاريخ العرب، عاداتهم وتقاليدهم قبل ما يبلش التدوين. صحيح. طيب شو الغاية من معلقاتك 7، وشو حبيت تأرخ؟ هل حبيت تأرخ العناوين الكبرى مثلا، العشق، الخلود، الفرح، هذا هو حبيت تأرخه؟ تعرف هول المعلقات السادسة انت عامل لها مقدمتك. انا عملت الفرح. صحيح. نعم. المعلقات طبعا مش مثل ما بيفكروا الناس انه علقوها وكتبوها بالذهب. نعم. ومش عارف شو، هاي تجليطة طلعت، لا كان حدا يقرأ ولا كان حدا يكتب، عشو بدو يعلقوها على الكعبة ومين بدو يقريها، ما فيه. المعلقات لانها من الاعلاق تعلق في الأذهان. لذلك كانت من أهم ما كتبه العرب في ذاك الوقت، وبتمثل حياتهم، كل واحد مأخوذ من حياته. لذلك بالمعلقة
وقت أنا بلشت بالمعلقات أنا ما كنت عارف رح أكتب 7 معلقات. أنا بلشت المعلقة قلت هيدي معلقة ديزيري سقال، مشان هيك ما اسمها المعلقة الأولى، ما كنت عارف. بعدين كروا كل مرة كل مدة تطلع معلقة جديدة. المعلقة تأخذ شيئا مهما من حياتك وتجسده من خلال الشعر. فكل معلقة فيها موضوع أساسي مثل ما حضرتك تفضل. يعني عناوين كبرى هو بيعيشوا الإنسان، بحبهم العشق، صحيح، الفرح، الخلود، صحيح، المراثي، في شيء عن صحيح. آخر معلقة 7 هي الخلود، بس هاي المعلقة 7 إذا بدك بتكون زبدة المعلقات 6 الأخرى يلي فيها، لأنه هاي المعلقة كمان فيها أكثر من وزن، أكثر من تفعيلة. عادة هوليك المعلقات بيكونوا أو تفعيلة أو بخلط تفعيلتين تيكملوا بعضهم. هيدي لا، هيدي فيها كذا تفعيلة لتوصل للقمة بالآخر. رحلة الإنسان بالوجود، كيف الإنسان بيمتص الوجود، بيكون كل الوجود ما له قيمة إلا لما الإنسان بيعطيه إياها. هيدي قيمة الوجود بالإنسان، أنا بعطيه قيمة، ما في شيء له قيمة خارجي، خارجي أنا بهالمعنى. هو طبعتهم كتاب كتاب بالأول، نعم، بعدين جمعتهم ب فرد كتاب واحد، نعم. عندك أكثر من صيغة بتعملها، مثلا بتجمع مجموعة كتب تحت اسم، نعم، الأعمال الكاملة، صاروا 7 مجلدات أعمال كاملة، نعم. يعني بعد في 2 القدام هو الجداد 7 مجلدات، 7 جداد و2 قديمين الأعمال الكاملة. أوكي، هو شو الغاية منهم؟ أنت تجمع بتعيد النظر فيهم بتحطهم من ضمن مجموعة مثل ما هني، حتى لو فيهم أخطاء تنقول طباعة أو شيء بصلح الأخطاء الطباعية. في كتاب مثلا صلحت فيه كم غلطة طباعة، صلحتهم في محل غلطة طباعة مكسور الوزن فيها مش منتبهين لزبطناها. يعني إشياء كتير كتير بسيطة بتنعمل، نعم. بس إجمالا مثل ما هني بتركهم وبجمعهم، بس بينجمعوا بطريقة يكونوا هوموجين، يعني متناسقين مع بعض. يعني كله مثلا فيه غزل، واحد كله سياسي، واحد بتحطهم مثل ما عاملين انه التام السياسي او التام الوجداني، صحيح، كل واحد مع بعضه، مش انه بالترتيب الزمني لا تنفصل او شيء، لا ما بخلطهم مع بعضهم، بتضيع الطاسة، بجرب قد ما فيني غربلهم. منيح. شعرك دكتور ديزيري رموزي مش رمزي، لأنه في فرق بين استعمال الرموز الكثيرة ورمزية الشاعر. وشعرك أسطوري ما ورائي مش عبسي. هل تسعى إلى رسم معالم لحضارة قديمة بجسدها شعرك اليوم، أم عم تألف ديانة جديدة بهال الشغل؟ نعم، الشعر هو ديانتي الجديدة. أنا كتير علماني، تعرف انت، نعم. انا علماني، هذا العلماني مش معناته غير مؤمن او ملحد ابدا، نعم. انا مؤمن جدا، ولكن انا علماني، واتمنى ان يكون الدين الجديد للشعر، لانه الشعر ما بيميز بين حدا وحدا، نعم. كلهم سواسي فيه، وكلهم بيشتركوا فيه، وكلهم مثل بعضهم فيه. فهذا هو الدين الجديد الذي احاول ان اؤسس له انا شخصيا على الاقل، وخصوصا في المعلقات. هو المعلقات خصوصي، نعم، هيك، نعم. من بعد المعلقات كل الغزل اللي بكتبه، لأنه الغزل اللي بكتبه منه غزل عادي، رح نوصل له بعد شوي، مش رح أحكي عنه. طيب استعمال الرموز اللي بيتابعك بيقول متأثر بكل الحضارات القديمة، أكيد أخذ منها غارف منها، بس عم بتستعمل هاي الرموز لأهداف أخرى غير ما كانت عليه، صح. أوكي، صح. ونفس الشيء بالقضايا الدينية، صح. وعندك موقف من التوراة ما بتعتبره كتاب مقدس، ما بأمن فيه كله، ما بتأمن فيه كله، لا، لأنه يعني بين مزدوجين، تمام، ما بدنا نفوت بموضوع ديني، بس نعم. أنه أنا لي رأيي، أنا أتحدى أي شخص أنه يشلي من العهد العتيق أي كلمة عن ما وراء الحياة، ما في شيء له، أو كلمة روح أو ما وراء الحياة. روح بمعنى الروح اللي بنعرفها، مش روح بمعنى ما في، فكيف بدي أؤمن فيه؟
ما الكتاب العهد الجديد ما بيحكي إلا عن ما وراء الحياة، كيف بدي أؤمن فيه؟ كل الأنبياء فيه مجرمين، كلهم عليهم دم مع إيديهم، شو هال كيف وين بدي أؤمن فيه؟ وما بتعتبره كمان أخذ أساطير من حضارات قديمة، مستنسخ الأساطير البابلية والأكادية ومستنسخها، قصة الطوفان أخذها، قصة نص قصة موسى، في كتير التكوين كله تكوين، شوف التكوين البابلي ما منه يعني، ما بعرف أنا شخصيا لا أؤمن إطلاقا بالعهد العتيق. طيب هالرموز اللي بتستعملها شو الغاية منها؟ يعني شو بترمز لما بتستعملها بسياق نص طويل؟ الأبي بريمون بيقول إنه تقدر توصل للشعر الصافي في عندك بالقصيدة كم قمة إيه، لأنه اللغة أنت عم تستعمل أداة لتكتب فيها، هي اللغة، هاي اللغة منا شعرية، هي اللغة تستعملها للتواصل، أنت بدك تحولها لشعر. محلات اللي بتوصل فيها للقمم هي كم محل مضيء بالقصيدة والباقي كله سفوح. لما اجوا الرمزيين بعده قالوا انه كيف بدنا نحسن اللغة؟ بشغلتين نحولها لشعر، بالإيقاع وبالرمز، يعني بناخد الكلمة ومفوت عليها مداليل جديدة جوات السياق بصير لها معنى أوسع، بتصير شعر. وهذا الرمز هيدي وظيفته، يعني انت لم وانا اكتر الرموز ما باخدها بشكل رمزي بمقدار ما بيخدها بشكل باطني إزوتريك. مش هيك أنا قلت رموزية ورمزية بالزبط. تميز إيه؟ بالضبط، عمل أنه كلمة رموزية غلط بس فيها نستعملها. مجمع اللغة العربية بمصر سمح نسبة للجمع قياسا على بعض ما ورد باللغة. أوكي. فما في مشكلة. أوكي. كتر خلاص. فهيدي النقطة الأساسية، يعني أنت الرمز بكثف اللغة، الكلمة إلى ذاكرة، أنت لما بتفوت عليها ذاكرة جديدة بتوسعها، مثلا كلمة تنفرض الليل، نعم معروف شو معناتها، إذا صار الليل معناته الموت بشكل من الأشكال لتداخل معين، توسع ذاكرته. إذا صار الليل بمعناته بمعنى ما الرهبة كمان توسع ذاكرته. هيدي وظيفة الرموزية والترميز. طيب فينا نسمع شيء منك او بتحب تبلش فيه؟ لانه عندك شويه قصايد بدك تقرا لنا اياهم اليوم تناخذ فكره عن هاللي حكيناه. وراح نحكي، راح بلش بقصيده هيك شوي شقفه غزل. نعم. تعال شوي نكون يلا نرتب الجو. هيدي من ديوان محبره للحياه الثانيه. نعم. هو الثلج ابيض لكنه دافئ يرتدي لونه من فؤادك، يأوي إلي ويخلع أحلامه وينام، يسكب الأفق أحلامه فيك، والسحر طاب له أن يكرس فيك المقام. غاب عنا الزمان القديم وغير هذا التدفق أعمارنا، لم نعد جسدا واحدا، لم نعد من هيولة، بل انسكبت روحنا في الهواء وصارت رياحا بلا زمن أو مكان، وصرنا ائتلافا على سفن الأبدية. أنت التي فتحت أبدي فتساميت حتى غياب المدى في حقول الصفاء، خطايا كأجنحة الريح ترسم عمر الفضاء، وأنت التألق في الروح يرفعني ويقيم العلاقة بيني وبين السماء. حلو كتير، مش كتير هذا لفيوليت القصيدة. ايه هذا من محبرة للحياة الثانية. دكتور ديزري سأل، أنت شاعر صاحب مشروع شعري. نعم. والأرجح أنك وعيته من أول قصيدة ومن أول ديوان وعم تستكمله،
وأنا رح أختصره بثلاثة وبك تجاوب إذا إيه ولا لا. هل قوام هذا المشروع ثالوث العقل والإنسان والحب؟ ونزيد عليهم الوطن. الوطن؟ نعم، أربع أشياء. العقل بدون شك، لأنه إذا ما حصلته ما فيك تعمل شيء، بتصير ضائع بضبابية ما لها معنى. العاطفة، يعني القلب، النبض يلي بدك إياه، اللغة، هو العناصر ما فيك تعمل. والجمال أكيد، إنه عم تكتب بدك تخلق جمال. أنا لا أؤمن حتى القبح عند الكتابة يوصل إلى الجمال. هي فلسفة القبح معروفة أكيد. حتى القبح يوصلك، لأنه بده يتنظم. مجرد ما نظمته خلص عم تخلق فيه جمال مهما كان قبيحا. نعم. بودلير بليفلور جمال عنده قصيدة اسمها لاشاروني الجيفة، بيوصف فيها جتة كلب عم بيكلها الدود. قصيدة رائعة. قصيدة رائعة ومشهد مخيف، بس قصيدة رائعة. هيدا صحيح. هيدا المشروع كتار بيكتبوا شعر، قصيدة هون قصيدة هونيك، حتى التامات اللي بيكونوا مش في الضرورة يكونوا واعيهم، صعب وشعر حلو مزبوط. طب هاو بيهروا. أنا برأيي ما بيضل إلا المشروع الشاعري، الشعر اللي واعي صاحبه مزبوط، وعيته من أول قصيدة معتبرة لألك، يعني أول قصيدة أو من أول ديوان. من إيه إذا بدك من أول ديوان. إيه أول ديوان رؤية لتاريخ أبي عبد الله صدر بسنة 86. أول نعم. ديوان أصدرته هو قبل الدكتوراه بسنتين. صحيح. كنت كاتبه قبل شوي وانطبع بهالوقت. هو عبارة عن قصيدة واحدة تؤرخ للانهيار العربي، بلش كوارث العرب لليوم. هيدي كان عندي مشروع أن أكتب شعرا يتجاوز الرواسب والمخلفات، وكل مرة يتطور. هذا اللي عم جرب أعمله هلأ. بتضلك تجرب، ما في شيء، ما في يعني ما في مرحلة نهائية بالشعر. كل الشعراء اللي بنعرفهم من الصغير للكبير بضلوا يجربوا، باستثناء الكلاسيكيين. الكلاسيكيين إطارهم معروف، هدايا المجددين اللي طلعوا من الكلاسيكية لا، صار عندهم غير شيء، بضلوا يجربوا. ومفروض تضلك تجرب. هذا المشروع مشروع لا ينتهي، ولكن يجب أن نبحث دائما فيه عن المستحيل. إذا بدأ أنا أفتش عن المستحيل وأريد أن أصل إلى المستحيل في الشعر، وفي كذا مرة في محل قيلها فيه. هون بتذكرني بصديقك وحبيب قلبنا جوزيف حرب. إيه. لما بيقول أنه ضع في آخر الكلام فاصلة، لأنه لانتهاء للأفكار. بالضبط. بالضبط. هاي أخذه عن حكيم صيني. بالضبط. ما في، ما فيك تخلص. يعني لما بتقول أنا وصلت للقمة، بتطلع بتلاقي ما في قمة، بعد في كتير. قد ما تعمل بضل في كتير. لذلك الشعر مشروع، ولكنه مشروع لا ينتهي. هيدي قيمته. وموقعك بهالمشروع، تنقول إذا الشعر هيك واحد، موقعك فيه وين؟ تحس بالنص تمام. بالنص تمام. بالنص تمام، لأنه هاي الإشاعة اللي بياخد على كل الأطراف. يعني بالمعلقة إيلا. نعم. المعلقة السابعة، مثل ما قبل شوي كنت عم بقلك، أنا الخلود، أنا كل شيء وخارجي لا شيء. لأنه أنا اللي بعطي كل شيء بالخارج قيمته. إذا أنا مش موجود ما في شيء له قيمة. الإنسان هو هو اللي بيخلق قيمة سببه. أوكي. هو اللي بيخلق قيمة للأشياء. من ضمن مشروعك الشعري عندك بستان لغوي، أو مثل ما بتسموه أكاديميا المعجم اللغوي. على الرغم من غزارة إنتاجك، هالبستان محدد بعدد كلماته. مظبوط. لكن هالكلمات لا تقع مرتين بالمعنى نفسه. هل محدودية ثمار هالبستان هي بتحدد لك هويتك كشاعر، وفيها نقدر نعرفك أو من خلالها؟
عندك كلمات بتذكرها على طول. صحيح، مثلا كلمة السديم، السمت كمان، والسمت. نعم. ملاحظ أكترية الكلمات إلى معاني يا باطنية يا صوفية. هالكلمات اللي فيها نوع من الغموض يلي هو واسع، مثل المشروع اللي عم نشتغل فيه. نعم. يعني أنت معجمك بحدد هويتك كشاعر، أنا معجمي بحدد لي هويتي كشاعر، وعادة الشاعر الكبير أكترية الشعراء الكبار إذا بتعمل جردي بمعاجمهم بتلاقي الكلمات اللي بتتكرر بهالمعجم منا كتيرة. خد سعيد عقل، أصغر معجم عنده بالشعر هو سعيد عقل، بس معجم الجمال بنقيهم. هو بيقول أنا عندي 300 كلمة حول البرح وليون. هودي 300 كلمة أو أقل أو أكثر بيحددوا له شخصيته. فإذا هالكلمات اللي بتختارها أنت كشاعر هي بتحدد لك شخصيتك. أنت شو بدك، هولي بيعطوك وجهة معينة. هيدي ما بينتبهوا لها كتير، بس فعلا سؤالك كتير حلو، لأنه هذا المعجم يلي بيستعمله ما في شاعر ما عنده معجم إلا إذا كان مستشعر من هول المرتين بيقعدوا يكتبوا شو ما كان، بس الشاعر الأصيل كلهم عندهم معجم، طلع فيهم ولا شاعر ما عنده معجم. طيب عندك بتصور بحدود 100 كتاب غير الكتب المدرسية؟ تقريبا شي 100 كتاب. الشعر بيناتهم بحدود 40 أو 50؟ حوالي 50. طيب حوالي 50. وبعدك بالمشروع؟ طبعا ماشي فيه، بس موت بوقف الشعر. اكتب حتى الموت بس موت. يعني بنت بس انت الايقاع اللي عم تكتب فيه مثل ما قلت قبل شوي بتنتهي القصيده بس ينقطع حبل الايقاع بتوقف. بتوقف. ما بتنتهي، بتوقف لتخلص، لان بدها توصل لنهايه القصيده. ونهايه القصيده مع انه بتخلص بس لازم تكون مفتوحه. هيدي مفتوحه لل صح، بركي انت بترجع بتكمل او بيجي حدا بيكمل عنها. صحيح. بعيد نظر فيها بيرجع بيكتبها هو. يعني بدها تكون مفتوحه القصيده مش مقفل. الفرق بين الشعر الحديث الحقيقي مش هولي والشعر التقليدي انه الشعر الحديث القصيده فيه منا مقفله، بتفتح لك فضاء بتضلها مفتوحه. الشعر التقليدي بيخلص هون بيوقف هون، القصيدة بتخلص هون خلصت. هيدا تعميم محله، بس في شوازات، في شوازات بس استثناءات اكثر من النادر جدا بالشعر الكلاسيكي تلاقي قصيدة مفتوحة. نادر كتير صعبة. عندك شي قصيدة مفتوحة بهال كلهم مفتوحين على الاستكمال بأفكار أخرى بقصائد أخرى؟ إنه فينا نسمع شيء على راسي. سمعك قصيدة من أي كتاب؟ هيدي من قصائد الضائعة. قصائد الضائعة اللي كتير بحبه، هذا اللي بعتبره ديوان جميل جدا لأنه مكثف وصغير. نعم. اسمه بيت الله. قالوا بأن الله يسكن خارج الدنيا تكلل روحه غمر السماء، فبحثت عنه في البحار، بحثت في لون المساء، وبحثت في الأشياء في الغابات بين الناس والكلمات، لكن لم أجده. بحثت في الطرقات بين الأرصفة، وبحثت عنه في الكنائس والجوامع والمباني المترفة، وبحثت في نور النجوم فلم أجد أثرا له. وتلفتت عيني إلى قلب الصغير، فوجدت فيه الله مرتاحا يساكنني ويغرق في العبير. حلو كتير، حلو كتير. ذكرتني ببير إليك السرواني مرة بحوار معه ملحن كلمة السماء خفيضة على نوتة خفيضة. قلت له كيف السماء؟ قال لي مين قال لك إنه السماء فوق مش هون بقلبي؟ مظبوط. ها؟ مظبوط. إنه هون برمت عليه كتير لقيته آخر شيء بقلبك. بقلبك. إذا ما كان الله بقلبك مش موجود.
هذه مثل جبران لا تقل أكيد. على المحبة يعني بنقول أنا في أنا قلبي, في قلبي هو بيطلع لعنده هو هون جبران عم بيحكي عن المحبة, يعني بيقصد إنه إذا نزلت المحبة على قلبي أنا بتزقرها بتقيسها فيي, بس أنا بطلع لعنده لأنه المحبة لا نهائية. بهذا هون كمان نص هون مفتوح ودعوة مفتوحة إلى الحب والعلاقة. إنه شو عم تحدد لي الله؟ بتيجي بيعطيني صفات لله. أغلب رجال الدين بيعطوك تحديد, شو مين قال لك إنه هيك تحديد والله؟ ما بيتحدد الله. يفرجونا يقلوا دقن أو هيك. قلوا لحية. قلوا لحية وبيخوف. صحيح. صحيح. ليه؟ صحيح. هيك بزهدهم إنه هذا قديم كتير لأنه الكون قديم. أخي شو قديم؟ هيدي صورة الله بالقرون الوسطى. كمان. كانت مخيفة. أنت بتحب جبران الشغل عليه. أكيد. وتعرفت عن خيال نعيمة مثلاً. معلوم. أوكي. وعمل معه حديث على ما أظن. صحيح. حديث طويل. كنت أنا ودكتور ربيعة أبو فاضل. من الأشياء اللي حضرتك عملها بحياتك إنك كمان كنت صحافي. صحيح. ومدير دار نشر. واستاذ جامعي ومدير كليه الاداب يعني بس نحن عم نقصر هذه الحلقه على شعريتك وعلى الموضوع الشعري. صحيح. شو بتشوف ولو سؤال من استطرادي بس اكيد جواباتك حاضره بين مخيل نعيمه وجبران, في ايش المتشابهات بيناتهم اكثر من اللي متناقضات أو الاختلافات؟ لك في شغلة جوهرية بيختلفوا فيها. نعيمة مع كل روحانيته كان عقلاني أكتر. جبران بروحانيته ما كان عقلاني أبدا. هلا الناس أنا ما بدي اتفلسف كتير, بس الناس بتفكر إنه جبران اللي بعصره اللي عطاية ما حدا عطى مثله. أكيد جبران عبقري لا شك فيه, بس جبران ما اخترع شيء. يعني كل اللي كتبون, وأنا مرة حكيتها وفي أطروحة أشرفت عليها أنا أشرت نعم. لها تعملها عملتها عنا توفت الله يرحمها. جبران انتسب لأخويه, ما حدا بيعرفها نعم. انتسب لأخويه فتحت بوابها كانت تنام صليب الوردي سنة 1909 صليب الوردي الأمور أنسيان إميستيك أورت دولاروز كروا انتسب لها وكانت بأمريكا. هيدا كان سبنسر لويس هو اللي فتحها, كان تعلم هناك الفكر تبعهم وإجا كتبوا أدب, كتبوا ما يشبه الشعر. يعني بعطيك مثل, عندهم محفل هني فيه المطرة لاماتر. المطرة بالمحفل هي أم الجميع, بيجوا بخبرون مشاكلهم وهي بتصير ما هي المطرة ذاتها عند جبران بالنبي وسميها المطرة مطرة. مثل عم بعطي مثل كله هيك. نعيمي لا, نعيمي ما هو يعملون علما بأنه نعيمي في مقالي لقلو بيحكي فيه عن الصليب الوردي, يعني كان يعرفهم بس غير شيء. نعيمي انغمس كتير بالفلسفة الهندية وتأثر كتير فيها وآمن فيها, بس نعيمي كان عقلاني أكتر. ولهالسبب بتلاقي جبران فاشل جدا بالقصص ونعيمي ناجح جدا بالقصص. صحيح, خصوصا مذكراته. نحن منتابع معك دكتور ديزري حبيب سقان, مصر على كلمة حبيب بالنص. اسمك مركب, ما حدا كان يسمي أسماء مركبة أيام زمان. منتابع معك بحلقة نقطة فاصلة اليوم تحت عنوان الشاعر المشروع. فاصلة ونرجع. منتابع حلقة نقطة فاصلة مع الدكتور ديزري حبيب سقال الشاعر تحت عنوان الشاعر المشروع. مش مشروع شاعر أكيد لا, في كثير مشاريع شعر. بدي بلش القسم الثاني بقصيدة أنت بتحبها وأنا بحبها لأمك من حيّة. صحيح. بدبي. إيه أنا بحيّة, هي بدبي عم تحضرنا هلأ. اسمها أمي. اسمها أمي. ولدتني يا أمي وكان حضوري
حبور الوجود لها وجميع مساءاتها وصباحاتها وغناء الفرح. وعرفت مع الوقت أن حدود المرح قلب أمي، وأني في كل فعل فعلت أعيد ولادتها فوق قوس قزح. الله، أنت عم ترجع تخلق أمك. كل مرة بترجع بتخلق فيي أمي، من هيك ما بيأمن بالموت. ما بتأمن. ووصين على التام الأساسي. على الرغم من دراساتك النقدية الكتيرة ومقارباتك للحداثة بعمق، بقيت كلاسيكي حداثوي. حدثنا لو سمحت. هات لنشوف تنوضحها. الإنسان، نحن هاي مشكلتنا هون بالأدب بالشعر، مشان هيك بتلاقي مستشعرين كتير، أنا بسميه متشاعر، عمل حاله شاعر. متشاعر، تشاعر. أنت بدك تطلع السلم، بتبلش من تحت درجة تحت وتصير تطلع درجة درجة، ما فيك تبلش السلم فرد نط من فوق، تفك رقبتك. وقت ببلشوا يعلمون فنون ببلشوا له بالرسم الكلاسيكي، تعرف يعمل بورتري، يعمل صورة كلاسيكية وغيره. بعدين بيصير يطلع منه على التكعيب، على الكوبيك، على ما بعرف شو، بفوتوا بمتاهات كبيرة بعدين وبصير يتعلم. نحن عنا نحن عنا بده يبلش دغري انه انا ما بكتب. يا اخي تعلم تكتب بالاول، استعمل الوزن، تعلم عليه، بعدين غير. فيك تقول انه بتغير، بس دغري بتبلش انا ما بقبل بالوزن، لانه ما بتعرف الوزن. الكلاسيكية بتعطيك حدود، اطر، بتعلمك عقلك كيف تبرمجه، بتنظمه بالضبط. بعد ما تتنظم تجاوز التنظيم، انت عمول تنظيمك انت او خربت التنظيم، ما في مشكلة، بس ما فيك تبلش من فوق. لذلك كلاسيكي حداثوي. حكما يلي ما بيكون هيك، كل شعراء الحداثة اللي اسسوها جيل الرواد كلياتهم كانوا كلاسيكيين بالاول، من ادونيس لخليل حاوي للسياب ليوسف الخال، مين بدك، كلهم كلهم كلهم. حتى أنسي الحاج يلي بيكتب قصيدة بلا وزن، عنده قصايد موزونة، عنده قصيدة موزونة بالديوان، قري له إياها. هو بيقول أنا بلش في حياته يكتب يا إلي، يعني بلش يكتب موزون بقى ما حبه. فيك ما تحبه وتتركه. أنا ما بحب يعني مني لا أستسيغ كثيرا الشعر التقليدي، لأنه أنا شخصيا ما بلاقي حالي فيه، بكتبه عندي كتير، تعرف انت مطولات. بس أنه مش هذا أنا، أنا غير شيء، أنا بمحل تاني. لذلك حكما بدك تكون كلاسيك، بس بدك تبلش كلاسيك، غير بدك. إن شاء الله بتكتب كلام ما فيه جنس الوزن، أنت حر، بس بلش تعرف شو معناته هاي الكلاسيكية. عسيرة رواد الحداثة وهيك، كان في فكرة أنت والله يرحمه يوسف الخال لإعادة إحياء تجربة مجلة شعر، أجهدت بغياب يوسف الخال. الله يرحمه. هل في نية لتجسيد الفكرة بطريقة ما أو إعادتها مع الورثة إذا صح التعبير أو ولا؟ ما بعرف قداش بهمهم. يعني أنا بتذكر وقتها رحنا أنا صديقنا جوزيف عيساوي الشاعر والصحافي، طلعنا لعنده على غزير، كان بيته بغزير الله يرحمه، وبأثناء طلب منا قال لي خي تعوا نرجع نعيش مجلة شعر، أنا الرخصة عندي ودار النشر رخصة شعر عندي كمان، هات لنبلش، عملوا لي أكيب لنبلش نشتغل كلنا سوا. رحنا نحضر أكيب، الله يرحمه توفى. أدونيس كمان طلب مني وقتها، قال لي بدنا إذا فينا نرجع نمشي مواقف، مجلة مواقف. قال لي ما بتكلف كتير وبيع مأمن وإلى آخره، بنعمل إكيب. ورجع كمان ما بعرف راح سافر، ما عاد جيب سيرتها يعني. هلا مشروعنا يعني ما أنا ما عندي مشروع شعر، ما عندي مشروع مجلة شعر بقصد، ولا عندي مشروع مجلة مواقف. حتى أنا مع
توجه شعر وتوجه مواقف عندي كمان شيء مختلف عنهم. هلا نحن حاولنا بجمعية تجاوز انه نعمل شيء رح نحكي عنه تكلي اياه بعد شوي. فلذلك ما عندي عمليا، لا انا ما عم فكر اعمل مجلة، عم بشتغل انا على حالي وعم طلع كل مرة عم جرب طلع قفزة جديدة اللي عم بعمله. تناول دكتور روبير بيطار كتابك الأخير أبدية بدراسة عنوان الغزل الإلهي بتجلياته الصوفية اللانهائية، ركزت على توحد الذاتين منشطارون والذوبان بروح الله الكلية، إضافة لحالات السكر والانخطاف والحلم وما تولده من فرح أثيري يتخطى المادية والأرضي. هل يمكن تصنيف شعر ديزيري سقال بالشعر الصوفي؟ الشعر الغزل عندي حكما صوفي. أنا أكره الغزل الإباحي، ولا بحياتي كتبت غزل إباحي ولا بحياتي استساغت الغزل الإباحي، ما بطيقه لأنه بيحول حتى الإيروتيك يعني كل شيء اسمه إباحي بالشعر بالغزل ما بطيقه، ما لا يعنيني يعني لأنه أنك بتحب نزار مثلا. إيه بس نزار عنده اللي أكتر شيء بحبه مش هذا. أوكي. في عنده أشياء مختلفة كتير حلوة. فبالنسبة لألي المرأة بتخليك تطلع من حالتك الجسدية إلى حالتك الروحية، وأنا ما عم بحكي هون مفهوم أفلاطوني للمرأة اطلاقا، حتى بالوصال الجسدي بتخليك تطلع هيك. يعني إذا بتعرف تكتشف قيمة المرأة عندك بعلاقتك بأي علاقة بتعملها مع أي امرأة، بتلاقي إنه هالمرأة بتقدر تفتح لك باب الأثير بتطلع لفوق فيها. مشان هيك في عندي يعني إذا بدك هالنوع من التصوف، إيه في كتير تصوف بالغزل تبع المرأة. حصرت وصف الصوفية لشعرك بالغزل بغير مجالات ما في، ولا هو قائم على هيك الاتحاد بالله والعشق الإلهي؟ في بغير الغزل في عندي كتابين من جملة الكتب فيهم كتير تصوف، فيهم حتى إزوتيري باطنية مع التصوف. هن كتاب فاوست وهو من أجمل الكتب اللي كتبتها، وكتاب الراهبة المنسية فيه ثلاث نصوص، هذا من زمان بالتسعينات عملته، وكتاب قبله اسمه الراهبة المنسية تحول لمسرحية مع جوزيف أبو ديمس إذا ماني غلطان. صحيح. هودي كتابين ما فيهم غير تصوف، وتصوف وباطنية. في كمان كتاب ثالث أصدرته مؤخرا الأبدية سيمفونية الكلمة، سيمفونية مرفوع عن له علاقة مباشرة بالمسيح بس بمفهومي. يعني الفرق بين الكنيسة يلي هي مجموع المؤمنين وبين المؤسسة الكنسية يلي هي غير شيء. الكتاب أكيد كتاب أدبي صوفي بس هي التام تبعه هيدي. وبالأبدية كمان فيها صوفية وهو يعني تتويج بلكي للمعلقات كأنه الأبدية فيها كتير. ايه صحيح في اشياء كتير بتتلاقى مع المعلقات. الغزل بالإجمال الموجود بالمعلقات بيتلاقى مع الغزل بالكتب الأخرى. بس الفرق انه المعلقات بيكون التام اللي عم بيعالجه الغزل هالتام معين محدد أكتر من هيداك. حكينا بالأول شيء له علاقة بالوزن الشعري وكيف الوزن لما نعم لما بيطلع منك بتوقف القصيدة بمحل. نعم. في واحد ما إذا بتعرفه اسمه حبيب يونس كتب عنك بهذه الندوة اللي حكينا فيها عن أبدية عن النغمية الإيقاعية عندك، يعني بمعنى تنختصر لأنه الوزن هالقد بتعرفه وعندك دينة هلأ بنحكي عنها، شو ما كتبت بيطلع معك موزون. هي في سميها النغمية الإيقاعية، هي بالضبط. وهذا التسمية اللي انت اطلقتها
كتير حلوة وكتير بتصيب الغرض منها، يعني الإيقاع والنغم في شوية فرق بيناتهم كتير حلو. وفعلا أحيانا تقرأ كلام ما فيه وزن بس بتلاقيه موقع، بتحسه موقع. أنا أول مرة صارت معي كنت عم بقرأ قصيدة لكمال أبو ديب منشورة بمواقف، بحثا عن وجه أمية في التكوين الثاني اسمه، انصدمت انه ما فيها وزن. كل شوي جرب اذني عمي ما فيها وزن، كانه موزوني بس ما فيها وزن. في مثل اللي عم تحكي عنه بالضبط. اكثر معي لما قريت الابديه وقرر دكتور روبير بيطار انه يعمل هالدراسه عنك وعملنا الندوه، وانا قررت اكتب هذا الجانب، حسيت عم بقرا شيء موزون بس منه موزون. صحيح، هو هذا يعني. ما هو شو السر؟ اللغه العربيه مش مثل غير لغات. اللغة العربية الكلمة باللغة العربية أصلا موقعة بمقاطعها، موقعة. بتعرف فيك تختار المقاطع، مش ضروري تكون وزن. اللي بيحكوا عن القصيدة الخالية من الوزن، هيدي كلمة قصيدة نثر غلط، ترجمة طلعت فيها بالغلط، ترجمة غلط أدونيس ويوسف لبوام أمبروز، القصيدة بالنثر، بالنثر مش نثر. بوام دو بروز ما إلى معنى. شو قصيدة نثر يعني؟ في القصيدة الخالية من الوزن. هاي القصيدة مش من مكان بيكتبها، هاي القصيدة بدك تعطي بديل من الإيقاع اللي عم تشتغل عليه. ما في بديل إذا ما عندك دينة، مش مبلش كلاسيكي ما فيك تعطي شيء، بصفي صف حكي ما إلى معنى يعني، إنه منه شعر. البعض بيلجأ للشيء لتعبير بسموه الإيقاع الداخلي. هل هو الإيقاع الداخلي شغلة كتير صعبة، مش مين ما كان بيقدر كمان يعملها. في إلى مستويات، أنا عامل دراسة عنا حاطت 9 مستويات من الإيقاع الداخلي بمجلة يعني سابقا، وحاططها بأحد كتبي يعني ذاكرة، وثبت الدراسة. منهيني أبدا. الإيقاع الداخلي موجود بالقرآن الكريم مثلا، صح؟ يعني بتلاقي آيات بتزعلك كيف مركبة، كيف بتفكرها موزونة بس هي مركبة بطريقة. هذا الإيقاع الداخلي، ومش ضروري يطلع بتعمد، بيقدر يطلع بدون يعني بشكل عفوي. يعني أنا هذا اللي نسبته لك لأنك متضلع جدا من البحور بتبقى فيك، بتبقى فيك. صحيح، هي بتجرك، يبقى البحر ساكنك وانت صحيح من ساق فيه. صحيح، بتجرك هي. طيب بالموسيقى الشعر او بالموسيقى عموما، في شيء اسمه الاذن المطلقه، يعني لوراي ابسولو، بمعنى بتجي الاله بتدوزن على صوت الانسان، يبقى استاذ وديع الصافي، عبد الغني الشعبان عندهم اياها. هل تنطبق عليك هذه المقوله بان اذنك الشعريه مطلقه ايضا؟ لانه انا بشوف كيف هيك بتنقز لما واحد بيغلط. ما فيني، بس تكون معود على الإيقاع الصحيح بالبحور، ما في أقل غلطة بتأذك، بتصير شاذ دغري، بتحس إنه شاذ بكل البحور، مش أي بحر. البحور اللي أكتر شيء مستعملة تنقول مألوفة على الدينة بنضل نقولها كل اليوم، حالة بحر. بس تكون معود عليهم بتنقذك دغري، بيبين حتى بالشعر العامي، مجرد ما يكسر بينقذ، بتنقذ فيه، ما تتعب. الإيقاع بتلحقه إذا ما بتعرف تعمل إيقاع، أي كسر بده ينقز لك دينتك إذا كانت دينتك بتزين مضبوط. فهيدي النقطة كتير صحيحة، يعني الدينة هي اللي بتدوزن لك، مش أنت بتصير تدوزن دينتك على هل بده يطلع. مثل يلي بدهم يكتبوا الشعر بصيروا قال يكتبوه يقطعوه على الورقة، هذا ما مش هيك بدوزن بك، دوزن بدينتك، دينتك بالأول، دينتك بدها تعمل لك. يعني هون لما بتفوت بتختار الوزن الشعر اللي بدك تكتب عليه، خلص بتصير تكتب. واحيانا هو بيختارك، الموضوع هو بيجرك على هذا وبتمشي فيه. تقطيع بيصير تتاكد انه انك غلط لك شيء غلطه، لانه جل من لا يخطئ. اذا كنت بحاجه لانك تقطع يعني تلحقه لمزيد من اعتبره العين الثالثه بتشوف من وراك. هي لك هي الشغله، أنا برأيي تعليم العروض غلط. أنا علمت بالزمان مادة بالجامعة
عن يعني محترف الكتاب اتوليه ديكريتور، بدك تعلم التلميذ يقطع بدينته مش بعينه. نحن عنا بعلموه كتابة عروضية ومقطعية، ما بيتعلم بحياته هيدا يكتب ولا ممكن يكتب، بده يتعلم بدينته. صح. كنت قل لهم توزنوا لي البيت دون ما تكتبوا، بدي اسمع الفظه منيح ووزنوه وهيك. واخر السنة وصلت ل16 واحد كتبوا قصايد وطلعوا قالوه واصلين. يلا بعد عنا 3-4 اسئلة هيك سريعين تنوصل للتام الاخير. صرت قادر دكتور ديزيري حضرتك تنظم ملحمة او مطولة او كتاب خلال اسبوع او شهر حد اقصى؟ هل تضلعك من اللغة وامتلاءك منها وفيها بيفسر هالقدرة الجبارة على هالانجاز السريع؟ اكيد لو ما كنت متمكن جدا من اللغة ما كان فيني اعمل هيك، هأكد لك اياها. وهي اللغة بتفتح لك مجال للافكار الجديدة. بالضبط. اللغة العربية انا بالنسبة لي هيدي اجمل لغة بالعالم. اللغة العربية فيها سحر مش موجود ببقية اللغات، فيها نغمية مش موجودة ببقية اللغات، فشي رائعة اللغة العربية. فتملك اللغة، أنت لما بتكون عم ترسم إذا متملك موهبة دمج الألوان وكذا والشكل بتبدع، بس إذا منك متملك منها ما فيك توصل لمحل بعيد. نفس الشيء اللغة، القصاص، الشاعر، الناثر اللي عم بيكتب نثر فن، إذا ما بيملك اللغة منيح ما بيوصل لمحل بعيد. اللغة هي التي تفتح لي هذا الأفق. بتشرف حضرتك وبتناقش وبتقرأ طريح وتخرج عليك عشرات الطلاب، كم طالب منهم مثلا تناول أدبك؟ وهل وفيوك حقك بهالمجال؟ أنه يكون شعرك أو أدبك موضع دراسات متنوعة. كثير كتبوا وأعرف بعدين في رسائل وأطريح. نعم. دكتوراه ورسائل ماجستير انعملت، كذا وحدة انعملت عني أو أقل إذا مش كلها عني قسم منها عني. يعني بيقدر ياخد، بس أغلبهم ما أعرف يقولوا لي ويجيبوا لي نسخة. يعني طبعا مش أنا مشرف عليهم. أنت ما بتشرف على شيء بخصك؟ أكيد. أكيد يقولوا لي فلان كتب عنك، اوف فلان كتب عن المعلقات، المعلقات في كتير اخدوها كذا. كل مرة حدا اعرف هيك يعني يعطيهم العافية، لو ما تأثروا فيها ما كتبوا. وفيك حقك تعتبر انه اسمك موجود بين هاللي متناولين بالدراسات؟ ايه اكيد اكيد. في كتب، في كتب غير الأطاريح، في كتب كتبت عني، عندي منها دراسات. في شوف الصبيعك شو بتحط اليوم طعم. هو أنا قلت لك أكثر من مرة بيخلفوا شعراء بأي معنى. مرقوا كلهم طلاب عندك، وهلأ بجمعيتنا تجاوز في أكثر من شاعر وكلهم مهمين، وكل واحد عنده خطه. صحيح. أنت ما علمتهم الشعر لأنه الشعر لا يعلم. لا. بس اكتشفت الموهبة ودليتهم على الطريق وتابعتهم. صحيح. هون عم بتصدق لي قول بيقول الشاعر الذي لا يفرخ على كعبه شاعر ليس شاعرا. ايه ما بيأثر بالشعر. ما بيأثر كتير بالشعر. انا ايه فعلا كان هدفي هيدا هدف تجاوز، من تجاوز انه هالشباب اللي بتشوفهم انت شغلتك تخلق لهم منبر وتطلقهم، وهذا اللي نجحنا فيه نشكر الله. وانت انت مواكبنا يعني من الاول. عم نقصد انه يعني كل شاعر مختلف عن الاخر، ما في حدا مثل التاني ولا واحد بيشبه التاني، كل واحد معلم باسلوبه. شيء غريب يعني مسائبين هيك، ما في حدا بيشبه التاني. في منهم قصاصين. صح صح. في منهم قصاصين ادباء يعني. صحيح. صح. بقى هذا شيء انا بفخر فيه، لأنه أنت لما هالشعراء ببينوا كذا ما أنت فيهم. أنت فيهم، مش مطلوب تبين بس أنت فيهم، هن خلاص حفظوك. هذا اللي بيخليك تبقى. طيب بعد عنا سؤال أخير. لكل شاعر هاجس تدور عليه قصائده أو حتى الأديب أدبه أو بيميزه عن غيره، تطغى على مؤلفاتك هواجس الغياب، الفراق، الموت،
وجسد موضوع الموت بأكثر من قصيدة وأكثر من مؤلف. كيف بتقاربه؟ كيف بتقرأ؟ وعندك نص عنه يمكن نختم فيه الحلقة. أنا لا أؤمن بالموت. هاي بتصدم. الموت إذا خفت منه بيقتلك، إذا ما خفت منه بتقتله. ببساطة، في عندي قصيدة بالقصائد الضائعة كمان بقول أعانقه فيموت. ما حدا بيموت، ما حدا بيموت. كل إنسان اللي بيموت هو اللي ما عمل شيء ما له قيمة، بيزول بينطفي وخلاص. بس اللي بيكون عامل شيء حاطط حاله بهالدنيا حافر حاله بالآخرين ما بيزول ما بيموت. نعيمي ما مات، جبران ما مات، أينشتاين ما مات، هيجل ما مات، جات ما مات. ما حدا بيموت إذا حفر حاله بالآخرين. لذلك أكيد جسمك بده يموت. ما نحن مخلوقات زائلة بجسدنا، بجسد. بس أنت المطلوب مش تزول جسدك، أنت روحك بدك تخليها موجودة بهون وهون وهون، ما بتعود تروح. فعزائي أنا أنه أنا خلص، أنا أعطيت كتير، ما فرقني معي بموت ولا ما بموت، خلص أنا حفرت حالي. عم تحكي عن حالك بس، أنه الموت مرق بحياتك. أكيد مرق بحياتك. أكيد أكيد وكان فاجع مفجع بمحلات أكيد معينة. أكيد بس تخطيته. ما هي بتقطعه دايما. إذا ما قدرت تتخطاه بتكون فاشل. يعني ما فيك توقف عنده وخلص. هذا الموت مصير. ما في، الإنسان مخلوق نحو الموت. طيب خلينا نحكي عن عنوان ديوان ملاك الانتظار. ايه هو عن زوجتك اللي توفي. نعم. طيب ملاك الانتظار، هي متوفية، انت شو ناطر؟ ما كمان هون في حتى رجع في امل بالعنوان. ايه ما ماتت، ما ماتت، ما بتموت. ولا ممكن تموت، موجودة معي، موجودة مع كل اللي بيعرفوها. وين بدها تروح؟ اوكي بغيب جسمها. ما انا 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 بدو يغيب جسمي وانت بدو يغيب جسمك، كلنا. هذه مادة بدها تروح، بس الروح تبقى. هذا اللي جربت تقوله، مشان هيك اسمه ملاك الانتظار. واخر شيء بقوله صح، الموت لا شيء. وانا اتحدى الموت في هذه الكتب، بتحديه بحكيه بقول له هلا هلا بتشوفوا النص، ما فرقني معي انا اذا بموت او ما بموت. انا حفرت حالي بهالدنيا، شو هممني؟ في كتير بيتمنوا يحفروا حالهم بس ما بيعرفوا. مذكرني بسعيد عقل، انفليت اترك قطر بقلبك، معلوم هيك الورد بيقول. سعيد عقل بيزول، مات. ايه اوكي مات جسمه، بس بعده سعيد عقل بيعيش معك ومعي ومع فلان ومع فلان. له قصيده بنطنطني بكتاب الزحليان. ايه رائعه القصيده. ايه ما كنتش بعرفها عنك، اكتشفتها حديثا. ف فينا نقرا على الختام هيدا. وان كان محزن ولكن لا مش محزن بالمفهوم اللي عم تقوله بيعطينا امل. مش محزن، كبير مفرح بيصير. عد يا موت وحدك خائبا، هاي من المعلقه الاولى. ستظل وحدك خالقا لا نسل منه ولا وريثا، وشد عرشك بالزمان وبالمكان، وتخير الموتى ولم بصولجانك هيبة عبر المدى، واستنزل الخوف الصفيق، فلم تلد ولدا يقول أحب، لم تسكن بقلب عاشق يشتاق صوتك، وحدك المنفي في المنفى، ووحدك ساكن الأبدية القفراء، وحدك فارغ في قلبك الذاوي المهاني. ستظل تعدو فارغا في حكمك الأبدي، تنظر عرشك الخاوي وبابك مغلق في قمة الدنيا، وحيد في سريرك حين ترقد لا شريك، وحين تنهض لا شريك، وترتمي فيك الملالة مثل عش العنكبوت. هناك يا موت اعتصم وتربص الأحياء، وازرع بالمدى الأشراك، وانتظر الفريسة في الزمان، أطلق سهامك مثل قناص خبير بالطرائد، وانتظرني في ثنايا الوقت،
وارفع صولجان الهول في ملكوتك الخاوي، وهب على حدود الزائلين لكي تراني. كلما دقت يداك على فؤادي لم تجدني، كلما ركضت كلابك خلف خطوي لم تجدني، كلما امتدت يداك إلي ردتها القصائد وانكسرت على كياني. شو بدي أقول لك، تحدي فظيع. حلقتنا خلصت دكتور سقال. دكتور ديزيري حبيب سقال، خلفت فيها سياق البرنامج بالأسئلة المختصرة وأجوبتك اللي مختصرة، وأن وفيت كل موضوع حقه، وإن شاء الله نكون نحن وفينك حقك بهالحلقة اللي بدك عشرات حلقات تتوفيك حقك. الله يخليك، تعرف الله يخليك مكانتك عندي ومعزتك. أكيد خلي لي إياك. وأهلا وسهلا فيك ضيف دائم كمان. أنا بشكرك، وأنا بدي أشكرك لأنك بتتابعنا على طول. هذا هذا البرنامج مثل ماء الحياة لإلنا. ما في برنامج ثقافي يعني، كتر خيرك. نحن بنعرف قديش عم تضحي لتعمله. لا أنا بقصد بتضلك تتابع، بتعطيني ملاحظات. أكيد بستشيرك دائما. لشو الصداقة أو لك هيك. شكرا دكتور ديزيري سقال على هالحلقة وللأو تي في. بشكرك من كل شعري. الله يخليك، شكرتني كثير. وبشكر متابعي نقطة فاصلة بلبنان وبعالم الانتشار اللبناني بالعالم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وبشكر معونية بالحلقة طبعا المخرج جان دبس، البروديوسر سيرج أسمر. بشكر علي يونس، إلي توما، إلي يمين، مريان وهبي، إيدي زيلع، جوزيف ليشيم، ولارا بعقليني. وبتحدي لهاجس الموت بختم بهالدعوة، عنوانها مشوار عن نبع. يا شعرة يا شعرة، عالمقبرة منروح، نجمع سوائي جروح، نردن سوا بنهر البكي عالمحبرة. تصبحوا على خير وأمل، موعدنا الأسبوع الجاي، انطرونا.